السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. المسلمون في روسيا تتراوح أعدادهم ما بين 25 إلى 30 مليونا حسب إحصائيات مختلفة. كيف يعيشون في ظل حكم بوتين وكيف كانوا قبله؟ ما توزيعهم الجغرافي وما عرقياتهم؟ ما حقيقة علاقة الكرملين بهم؟ وما حقيقة موقف بوتين بالتحديد من الإسلام ومن المسلمين في روسيا؟ مشاهدينا، نتابع بعض التفاصيل في سياق هذا العرض، ثم نعود لمناقشة هذا الأمر مع ضيفينا عبر سكايب، الدكتور محمد الأمين المقراوي الأكاديمي والباحث السياسي والأستاذ السابق في جامعة كييف الوطنية، وأيضا مع دكتور رامي القليوبي الصحفي المختص في الشؤون الروسية ومراسل صحيفة العربي الجديد من موسكو. مشاهدينا، نتابع هذا العرض ثم نعود. إذن مشاهدينا الكرام، رحبوا بضيفينا من موسكو، دكتور رامي القليوبي الصحفي المختص في الشؤون السياسية الروسية ومراسل صحيفة العربية الجديد في موسكو. تحية لك دكتور رامي. أهلا بك. أهلا بك. وأرحب أيضا بضيفي عبر سكايب أيضا، الدكتور محمد الأمين المقراوي الأكاديمي والباحث السياسي والأستاذ الجامعي السابق في جامعة كييف الوطنية. دكتور محمد الأمين، تحية لك. تحية لك ولضيفك ولشدى. أهلا بك. يبدو أن هناك صدى صوت من المصدر دكتور محمد، لو هناك يعني صوتان أرجو أن تغلق أحدهما حتى أستطيع سماعك بشكل جيد. دكتور رامي القليوبي، أبدأ معك. الحقيقة هناك تضارب في الأرقام والإحصائيات حول أعداد المسلمين في روسيا ما بين 25 إلى 30 مليونا، فما هي الأعداد الحقيقية للمسلمين في روسيا؟ في الواقع كما فكرت هناك أرقام متضاربة، لأنه الأوراق الهوية الروسية لا تشمل حانة الديانة، على عكس ما هو معمول به في مصر أو بعض الدول العربية مثلا، ولذلك يصعب حصر عدد المسلمين على وجه الدقة. ولكن الرقم الذي ذكرته أنا أعتقد أنه قد ربما يشمل أيضا المسلمين من الجمهوريات السوفيتية السابقة، لأنه إذا تحدثنا عن المسلمين في روسيا وحدها، فالأرقام المتداولة في الداخل الروسي تتراوح بين 15 و 20 مليونا، وحصر هؤلاء يعتمد على منهجية وضع الإحصاءات، لأن مثلا هناك منهجية تضع جميع المسلمين المقيمين في روسيا بمن فيهم الأجانب من جمهوريات آسيا الوسطى الذين أتوا إلى روسيا بهدف العمل، وهناك منهجية أخرى تحسب حملة الجنسية الروسية فقط. وما حقيقة أعدادهم في العاصمة الروسية موسكو بالتحديد دكتور القليوبي؟ في موسكو يقدر عددهم بنحو 2 مليون، وهنا تأتي المشكلة في أن موسكو عدد المساجد فيها لا يتخطى العشرة، ولذلك دائما عندما تقام صلوات العيد وفعاليات دينية هناك مثلا مسجد الجامع، فتضطر السلطات الروسية بوضع أو تخصيص أماكن للصلاة في الشوارع المحيطة، وهذا يؤدي إلى خلل. لكن دكتور رامي، هناك بعض الأحصائيات تتحدث عن 6 مليون مسلم في العاصمة وحدها، في العاصمة الروسية موسكو. هناك إحصاءات تعتمد على طريقة الجارد، ولكن رسميا عدد سكان موسكو 12 مليون نسمة، فأنا شخصيا أشك في أن نصفهم مسلمون، وأنا شخصيا أميل أكثر إلى التقدير الذي يقول مليونين، وأغلب هؤلاء هم قادمون من آسيا الوسطى، لأن موسكو هي
قد دخلت مرحلة الاقتصاد ما بعد الصناعية الذي يعتمد على القطاع الخدمي والبناء والنقل، وأغلب العاملين في هذه القطاعات هم مغتربون. هناك دائما جدل يثار حول هذا الموضوع. وهناك في أحيان كثيرة يكون استياء بين الروس، لأن هؤلاء يقبلون العمل بأجور أقل من تلك لدى الروس، وهذا يؤدي إلى احتدام المنافسة في سوق العمل. ابقى مع دكتور رامي سعود. إليك عود لضيفي أيضا عبر سكاب دكتور محمد الأمين المقراوي الأكاديمي والباحث السياسي والأستاذ الجامعي السابق في جامعة كييف الوطنية. ما توزيع المسلمين في روسيا، توزيع الجغرافي، أماكن تركزهم وعرقياتهم دكتور محمد؟ بالنسبة إلى التوزيع الجغرافي، يتوزع المسلمون في منطقتين هامتين. المنطقة الأولى هي شمال القوقاز أو الحدود الجنوبية لروسيا، ولدينا هنا 7 جمهوريات التي هي شيشان وأنغوشيا وداغستان والأديغا وقبردين بلقاريا وكراتشان تشيركاسيا. هذه أهم المناطق، أهم الجمهوريات مكونة للمنطقة الأولى. أما المنطقة الثانية فهي في قلب روسيا، وأقصد بها منطقة الفولغا ومنطقة الأورال القريبة من الحدود الكازاخية، حيث توجد في هذه المنطقة حوالي 6 جمهوريات، منها بشكيريا ومارييل وأودمورت وبشكيك وغيرها من ومردوفيا، وفي وحدة إدارية أورنبرغ. هذه المنطقة فيها حوالي عدد كبير جدا من المسلمين، يصل إلى 14 مليون. أما المنطقة الأولى التي أشرت إليها منطقة شمال القوقاز، ففيها حوالي 6 إلى 7 مليون نسمة، مع الإشارة إلى أنه جمهوريتين فقط يتجاوز فيها عدد سكان المليون نسمة، وهي جمهورية شيشان وجمهورية داغستان. أما باقي الجمهوريات من بينها قبردين بلقاريا أو كراتشيركاسيا، هذه لا تتجاوز المليون نسمة. باقي المسلمين هو حوالي 5 مليون، يتوزعون على عموم الأراضي الروسية. وكما أشار ضيفك من روسيا، هناك مشكلة في الإحصاء، خاصة بعد أن حاربت الشيوعية منذ 1917 حاربت الدين، الأديان عموما خاصة الدين الإسلامي. لم يعد الإحصاء يأخذ بعين الاعتبار الديانات، وبالتالي لا نملك أرقاما دقيقة جدا، ولا يسمح بهذا الإحصاء إلى حد الساعة. في نقطة أشار إليها الضيف، وهي نقطة أن هناك كثير من المسلمين قدموا من جمهوريات آسيا الوسطى. هذا صحيح. تعلم أنه في السابق كانت هذه الجمهوريات اللي هي جمهورية آسيا الوسطى كانت تنتمي أو ضمت إلى الاتحاد السوفيتي، وعرفت تخلف كبير جدا، خاصة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي تم إلغاء أمرين مهمين، وهي إعانات السكن والمنح الاجتماعية. مما اضطر، تخيل أنه 50% من رجال أوزباكستان، تعرف أوزباكستان عدد سكانها اليوم هو 36.4 مليون يضطرون إلى الذهاب إلى روسيا للعمل، وحتى أن موسكو فيها مقسمة إلى أحياء، بعض الأحياء كلها للأذر، أحياء للأوزبك، حتى أن تقديرات أن عدد الأذريين القادمين من أذربيجان وحوالي 1 مليون نسمة يتواجدون في موسكو. إذن هذا عن جانب الديموغرافي. أما الجانب الجغرافي كما قسمت لك، منطقة الفولغا والأورال ومنطقة شمال القوقاز. أتحول لدكتور رامي القليوي. دكتور رامي، قد أشرت إلى وجود ما هو نسبته حوالي 2 مليون تقريبا في مسلم في العاصمة موسكو، ولديهم أقل من 10 مساجد. ما سبب يعني قلة المساجد في موسكو؟ هل الدولة تحارب توسعت دور العبادة، توسعت المساجد وبناء مساجد جديدة للمسلمين في موسكو؟ في الواقع الدولة الروسية هي تعمل على استيعاب معتنقي مختلف الأديان،
ولكن لا يوجد في روسيا ما يشبه وزارة الأوقاف في الدول العربية، ولذلك يتم بناء المساجد من التبرعات والمنح وما إلى ذلك، وليس هناك برنامج دولة محدد لبناء مساجد. وإن كانت هناك دعوات تصدر من بعض المستشرقين والباحثين في الشؤون الإسلامية إلى ضرورة إنشاء مزيد من المساجد حتى تكون التجمعات تحت مظلة الدولة وفي إطار خطب رسمية، بدلا من أن تكون في أماكن مغلقة وتشكل تربة لنشر أي فكر متطرف. وفي مثلا قبل بضع سنوات افتتح المسجد الجامع في منطقة يطلق عليها بروسبكت ميرا وسط موسكو، وحينئذ صنف كأكبر مسجد في أوروبا، وتركيا ساهمت بشكل كبير فيه، وحتى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حضر حينئذ إلى روسيا للمشاركة في مراسم الافتتاح. ولذلك على مستوى الدولة هناك توجه نحو استيعاب المسلمين، ولكن هناك ما يعرف بالتمييز الشعبي. فمثلا عندما يكون هناك مسجد في المنطقة ثم يتم إغلاق الشوارع المحيطة لأداء الصلاة، فهذا يزيد من استياء السكان المحليين، وهكذا مثلا الخلاف قد يكون في الأساس منزلي أو اقتصادي، لكن عندما يحدث من بين مختلفي معتنقي مختلف الأديان فورا يتم إضفاء البعد الديني عليه حتى إن لم يكن كذلك في الأساس. طيب، هنا تحول لي الدكتور محمد الأمين المقراوي. الحقيقة بوتين في مناسبات عدة يوجه تهانيه للمسلمين، كان له موقف رافض للإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يضع مصحفا على مكتبه، ما اعتبره البعض محبا للإسلام مدعين ذلك رغم إجرامه منقطع النظير بحق المسلمين، سواء قتلهم في الشيشان وفي القرم وفي سوريا، احتلال أراضيهم. حقيقة علاقة بوتين بالإسلام والمسلمين في روسيا بالتحديد دكتور محمد. بالنسبة إلى موضوع أن بوتين يضع المصحف في مكتبه الرئاسي، لا يوجد يعني تقارير رسمية موثوقة وموثقة تحدث عن هذا الموضوع، وتعرف أن الكثير من المعلومات والأخبار تصدر هكذا بهدف إثارة يعني الجماهير أو جذب الجمال. لكن دعني أقول لك شيء مهم جدا، وهو أن يكاترينا الثانية التي احتلت القرم ثم ضمته إلى روسيا في القرن الثامن عشر هي من أسست الإدارة المركزية للإفتاء في روسيا. يعني تخيل يعني هذا الموضوع، يعني حتى إيفان الرهيب كان له دور في إنشاء ما يسمى دور إفتاء الأقاليم الإسلامية، وهذا طبعا بغرض التحكم في الهوية الإسلامية والعنصر الإسلامي والمكون الإسلامي الموجود في هذه الأراضي. لماذا؟ لأنه أنت تعرف أن مسلمي روسيا كما يطلق عليهم اليوم في السابق كان هو عبارة عن جمهوريات آسيا الوسطى زائد الجمهوريات القوقاز التي تعمق وترسخ فيها الإسلام بعد القرن الخامس عشر، يعني بالضبط من سنة 1470 إلى 1370 إلى 1405 لما كان التتار يسيطرون على هذه المناطق حتى دوقية موسكو، ثم جاء إيفان الثالث وطردهم، ثم جاء إيفان الرهيب وكما يدعى وسيطر على الأراضي الجنوبية شيئا فشيئا رغم مقاومة شمال القوقاز. فالذاكرة في هذه المنطقة تعلم أنه كل محاولات تجميل العلاقة بين السلطة القيصرية في روسيا، لأن روسيا حتى اليوم وين تكون تسمي نفسها إمبراطورية لكن لديها روح إمبراطورية روح قيصرية، بالتالي كل هذا كلام يعني تقريبا شعبوي لا حقيقة له في الواقع. أنا أعطيك أكثر من هذا، أن اليمين المتطرف في أوروبا الذي أحياه من جديد هو روسيا، وهذا معروف. كان فيه برنامج من بينها استهداف مشروع الديمقراطية الليبرالية في أوروبا، ومن بينها استهداف المهاجرين المسلمين في أوروبا والإسلام في أوروبا. شوف أوربان يعني رئيس وزراء المجر اليوم، لوبان ماريا لوبان في فرنسا المترشحة المنهزمة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة
مدعومه من روسيا، وهذا طبعا ليس جديدا، الكل يعرف ان روسيا تدعم التيارات اليمينيه باعتبارها تيارات متدينه ومسيحيه او نصرانيه كما توصف في روسيا، ضد الثقافه الغربيه المنسلخه من التعاليم النصرانية كما تصفها روسيا. وبالتالي أنت لا يمكن أن تدعي حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جهة، ثم تدعم التيارات اليمينية اللي من بينها شارلي إبدو التي تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من إذن ما يثار حول بوتين هي دعايات شعبوية لا حقيقة لها دكتور محمد. هي دعايات شعبوية. أنا أعطيك السبب الرئيسي الآن. تعرف اليوم آخر إحصائية طلعت عليها رسمية صادرة، القتلى من موسكو لا يكاد يذكرون في النسب في الحرب الروسية الأوكرانية، لكن تخيل أن 7% من القتلى خاصة من الضباط من داغستان. كان أول جنرال سقط من داغستان مسلم، الكثير منهم يعني من هذه المناطق. واليوم المسلمي الشيشان يؤدون دور كبير في ماريوبل وفي باباسنا وغيرها. ف المشكلة الديمغرافية ومطروحة بشدة في الجيش الروسي، وبالتالي الآن فيه تجيش لعواطف المسلمين أننا نحارب الآن الغرب، هذا الغرب الشيطان والذي جاء بثقافة المثليين وغيرها. ثم أنت سمعت أن صدرت أنه يقال أن مفتي روسيا قال أن الحرب مستندة إلى أحكام القرآن الكريم، ثم يرد عليه فوزي سيدور سيدو نائب الرئيس المشترك للمجلس. على فكرة في هيئات كثيرة جدا، كل هيئة تحاول أن تخدم سياسات السلطة الرسمية بما يحق لها الحفاظ على الامتيازات التي تتوفر لها من خلال متابعة الخط السياسي الرسمي. نعم دكتور محمد، أتحول دكتور رامي القليو. دكتور رامي، ما حقيقة تقرب بوتين للمسلمين كما يقال، ومحاولة استمالتهم والتأثير على مشاعرهم في روسيا والمسلمين بشكل عام؟ تحديدا في شمال القوقاز يشكلون النواة الصلبة لداعمي بوتين وحزبه روسيا الموحدة الحاكم، وهذا دائما يثير استياء المعارضة الروسية، لأنها تعتبر أنه في هذه الجمهوريات يتم توجيه الناخبين تحت تأثير القيادات المحلية التي تتمتع بنفوذ عالي، وهذه المشاعر الأبوية والسلطانية الشائعة للمجتمعات التقليدية. وكما أنه أثناء حدوث أزمات أو كما ذكر ضيفك بالفعل، يعني عندما تعيش في موسكو ليس هناك أي شعور بأن هناك أي حرب، ولو على جبهة بعيدة لا أنباء عن وقوع قتلى، لا انقطاع في أي إمدادات من السلع الغذائية. وبالفعل هناك مشاركة واسعة لمسلمي القوقاز وتحديدا جمهورية الشيشان في الأعمال القتال في أوكرانيا، ويرجع ذلك إلى سببين رئيسيين. أولهما أن هناك كتائب شيشانية مثل كتيبة سيفر الشهيرة، هي مكونة من الانفصاليين السابقين، وهؤلاء الانفصاليون اكتسبوا خبرة قتالية كبيرة في تسعينيات القرن الماضي أثناء قتالهم ضد القوات الفيدرالية، وهذه الخبرة بكل حال من الأحوال لا يمكن مقارنتهم مع جندي يقضي معظم الأوقات في السكن العسكرية. نعم دكتور رامي، معذرة دكتور رامي لضيق الوقت، هل يتقرب بوتين للمسلمين حقيقة أم لا؟ على مستوى الداخل الروسي أعتقد نعم، وهو لديه قناعة بأنهم جزء من المجتمع الروسي لا يمكن تجاهلهم، وعمل منذ بداية حكمه على كسب ولائهم. وجمهوريات شمال القوقاز هي الجمهوريات الأكثر تلقيا للدعم من الميزانية الفيدرالية، لأن مساهمتها الضريبية في الميزانية الفيدرالية دائما أقل، وبوتين يبرر ذلك بأن هذه المناطق تحتاج إلى الدعم والتنمية، بينما المعارضة في أحيان كثيرة تكون لها توجهات قومية وترفع شعارات مثل كفانا نغذي القوقاز وما إلى ذلك.
طيب دكتور رامي، تناثرت بعض الأخبار التي تتحدث عن اعتراف الكرملين بالإسلام كديانة رسمية ثانية في البلاد، ما حقيقة هذه الأخبار؟ يعني أعتقد أن هذا فيه شيء كبير من المبالغة، لأن الديانة الرسمية في روسيا هي المسيحية الأرثوذكسية المحافظة، وبكل الأحوال مهما كانت بأقصى تقدير عدد المسلمين في روسيا لن يزيد عن 15%، وبكل المقاييس هذا لا يرقى إلى أن يكون ديانة رسمية. ولكن في الوقت نفسه الدستور والقانون الروسيان يضمنان حرية المعتقد. شكرا جزيلا لك دكتور رامي القريوبي، الصحفي المختص في الشؤون الروسية ومراسل صحيفة العربية الجديد في موسكو، كنت معي في هذه الحلقة ببرنامج مسلمون حول العالم. أتحول إليك دكتور محمد الأمين، ما هي من وجهة نظرك أسباب استمالة بوتين للمسلمين في روسيا وفي غير الحقيقة، رغم إجرامه المنقطع النظير الحقيقة بحق المسلمين؟ نعم، هو الآن أي مسلمين نقصد مسلمين موجودين في القوقاز. دعني أقسم لك هذه المعلومة، أقسم الجواب إلى قسمين. بالنسبة إلى المنظمات الإدارية، أنا أعطيك معلومة رسمية إلى أنه عددها بالمئات، يعني بعضها على الورق موجود فقط. قيمة المنظمة إذا كان لديها مقر ومسجد، وبالنسبة لمؤسس المنظمة قد لا يكون عالما، مجرد مسلم أسس فيصبح هو القائد ويسمى الملا أو المفتي. هذا من جانب. الجانب الثاني، مسلمو القوقاز، أولا بوتين رأى ما حدث سابقا أنه تم تهميشهم بشكل كامل، وقبلهم تم إبادتهم، لكن هذه المرة هو قام بتغيير جذري في جمهورية الشيشان بالضبط وداغستان من خلال استمالة التيار الصوفي ومحاربة ما يسمى الوهابية. هناك قانون يسمى قانون تجريب الوهابية موجود هذا حصرا في داغستان، لا أدري إن كانت تنسخ التجربة في الشيشان، وبالتالي هو يريد الآن الاستفادة منهم في محاربة خصومه. وفي سنة 2003 تم ضم كتيبة الفوستوك، يعني ضيف تحدث فعلا عن كتيبة سيفر، يعني كتيبة سيفر يعني الشمال بالروسية، وكتيبة الفوستوك كتيبة شرسة جدا مكون من مقاتلين سابقين، ولديها أموال كبيرة ومراكز دعم وتدريب، وتساهم في قمع أي حركات أي خواطر للاستقلال داخل جمهورية الشيشان، هي قمعية بشكل كبير، وبالتالي هو يريد استعمالهم في حملاته العسكرية فقط. هذا هو الهدف واضح الآن، ولذلك رقى رئيس الشيشاني ومنح الكثير من ضباطه أوسمة تشريفية. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الأمين المقراوي الأكاديمي والباحث السياسي والأستاذ الجامعي السابق في جامعة كييف الوطنية، كنت معي ضمن هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.